أهلا بكم من جديد. تعرضت صبيحة اليوم معلمات على مستوى ولاية بسكرة لاقتحام مسكنهن وسرقة كل ما خف وزنه، وذلك على بعد أيام فقط من الاعتداء على سكن معلمات برج باجي مختار الذي أثار غضبا كبيرا وفتح باب التساؤل حول واقع ومكانة الأستاذ في الجزائر. وأوضح النقابي والنائب السابق مسعود عمراوي في اتصال هاتفي مع سبق بريس أن اقتحام المنزل تم على الساعة 3 من صبيحة اليوم، حيث استغل المقتحم غياب معظم المعلمات السكن بسبب عطلة نهاية الأسبوع، إذ لم يكن متواجدا بالسكن سوى معلمتان اثنتان. واقتحم السارق المنزل الكائن على مستوى العالية الشمالية ببسكرة مستعملا السلاح الأبيض لتهديد المعلمتين وسرقة كل ما كان بحوزتهن. وطبعا مشاهدينا، تم استغلال موقع السكن في الطابق الأرضي رغم أنه ضمن حي سكني وليس سكنا وظيفيا منعزلا، بالإضافة إلى أن النوافذ غير مزودة بأي حاجز حماية. ويأتي الاعتداء ليعمق جراح القطاع التربوي الذي بات أبناؤه يتساءلون ويسألون السلطات والمجتمع عن مكانة الأستاذ والمربي، إلى جانب رفع فاعلين من الأسرة التربوية مطالبا بإيجاد حل نهائي لأزمة ومعاناة الأساتذة خارج الولاية الأم بعد حادثة الاعتداء على المعلمات التسعة ببرج باجي مختار، حيث فشلت السلطات بتوفير الحماية والأمن للمعلمات، بينما يتم تخصيص مزيد من رجال الأمن لقمع المتظاهرين السلميين. مشاهدينا، نتحدث اليوم عن هذه الواقعة الجديدة التي حلت بالجزائر، ومعنا الآن المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة أمال الحجال. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة، أنت معنا عبر السكايب من تيزي وزو، كما انضمت إلينا الأستاذة فريدة أغليسي أيضا من الجزائر من تجمع نساء الحراك الأحرار. أهلا وسهلا بك سيدتي. ونبدأ معك أستاذة أمال حجال، شكرا لانضمامك إلينا. إذن تتكرر هذه الواقعة أو هذه الحادثة الأليمة، باعتقادك كونك محامية، هل سنسمع عن المزيد من هذه المظاهر التي تسيء للحقل العلمي والتربوي وتحديدا النساء والمعلمات؟ مساء الخير. أهلا وسهلا وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام. لكل إذن لطاقم قناة المغاربية وأيضا لكل متتبعي قناة المغاربية. شكرا. حقيقة لقد عاشت الجزائر فاجعة فيما يخص إذن التعدي الجسدي الذي تعرضت له المعلمات التسع في برج باجي مختار، وكذلك التعدي الجنسي الذي تعرضت له، وذلك لغياب أي تدخل أمني، وكذلك غياب تدخل المسؤولين فيما يخص المشاكل التي يعيشها المعلم يوميا. نلاحظ مثلا إذا عدنا إلى قضية المعلمات التي اغتصبنا ببرج باجي مختار، نلاحظ بأنهن قدمنا مسبقا شكوى، وكذلك سواء بالنسبة لرجال الأمن أو كذلك إلى مسؤولي مديرية التربية في المنطقة، إلا أنهم لم تحضر هذه الشكاية أو هذه الشكوى أي اعتبار، بحيث أنهم طلبنا حتى إذن أن يضعنا أو يضعوا لهم حارس أمن في الإقامة في الإقامة المعلمات التي كانت هي في حرم المدرسة بحد ذاتها، وإلا أنه إذن كما قلت لم يكن هنالك أي تدخل إيجابي من طرف المسؤولين أو من طرف مديرية التربية أو حتى رجال الأمن. حقيقة ما تعيشه اليوم أيضا القضية التي تعرض أو
ما تعرضت له أيضا المعلمات اليوم في بسكرة إذن يذكرنا ما عاشته تلك المعلمات إذن في برج باجي مختار، ومرة أخرى يثبت فشل إذن منظومة التربية في الجزائر، يثبت فشل إذن النظام الحالي، لأنه إذا كان رأينا بأن رجال الأمن كلهم كما سبق لكم وأن قلتم بأن رجال الأمن كلهم إذن اليوم يستعانوا بقواتهم من أجل كبح إرادة الشعب، من أجل إذا نقلهم إلى المناطق أين نجد فيه الحراك بقوة كالجزائر العاصمة أو قسنطينة أو وهران، من أجل إذا كبح إرادة هذا الشعب وقمعه. بينما إذا تناسى رجال الأمن الدور الهام الذي وضعوا من أجله أو أسسوا من أجله، وهو حماية المواطن في جسده في ماله في حريته. اليوم هذا نلاحظ بأن هنالك خلل في التوازن الأمني في على مستوى ربوع الوطن، بحيث أن كما نقول في بسكرة أو برج باجي مختار لا يوجد أذن صاغية للانتهاكات التي تتعرض له، خاصة أتكلم عن المرأة في إطار حصة اليوم. إذا ما تتعرض له المرأة تتعرض له المعلمة اليوم، إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار ولا يؤخذ بعين الاعتبار، لأن الشغل الشاغل لهذا النظام والشغل الشاغل للأمن هو كيفية وضع حد لثورة سلمية. إذا هنالك كما أريد أن أقول هنالك موضوع يهتم به هذا النظام ويهتم به رجال الأمن، وهو القضاء على الثورة السلمية. بينما ما يعاني منه المواطن فإنه خاصة في المناطق المعزولة فإنها أمور تأتي في المرتبة الأخيرة ولا تعطى لها أي قيمة. نلاحظ أيضا ما نلاحظه يوميا بالنسبة للمدرسة الجزائرية هو أنها تعيش مشاكل كثيرة جدا سواء للمعلم أو كذلك التلميذ. المعلم الذي في كل مرة نلاحظه بأنه يطالب بحقوقه وهي متعلقة بمثلا الراتب وكذلك السكنات التي تقربهم من مكان عملهم، إلا أنه كلما كانت هنالك تنديدات وكلما كانت هنالك مطالب يتعرض المعلم إلى استفزاز من طرف السلطات الوصية، وذلك من أجل أن يضعوا حدا لمطالبهم. واليوم إذن نلاحظ أثر تلك المطالب وأثر ذلك التصرف السلبي الصادر عن السلطات المختصة فيما نلاحظه اليوم وتعيشه اليوم المعلمات في مختلف إذن أرجاء الوطن. نعم، اسمحي لي سيدتي أنتقل للحديث مع الأستاذة فريدة أغليسي، عودة تنسيقية عائلات المختطفين، وهي أيضا في تجمع نساء الحراك الأحرار. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة، شكرا لانضمامك إلينا. إذن حادثة برج باجي مختار تتكرر في بسكرة اليوم، ما الذي يجري بالضبط برأيك؟ مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. قبل أن أتحدث عن هذا ترحم عن شهداء المقاومة وأحيي المقاومين البواسل. شكرا. في فلسطين. شكرا سيدتي. طبعا بالنسبة للحادثة مثل ما ذكرت الأستاذة أن الحادثة كانت صادمة للقطاع بصفة عامة وبالنسبة للمجتمع، فهذه الحادثة يعني كانت مؤثرة، لأننا نعلم أن آثار هذه الأمور على الضحايا وعلى المجتمع. فنحن نعيش في مجتمع ذكوري يلوم المرأة وإن كانت ضحية. يعني فإحنا حسب متابعتي لبعض الشواذ، نسميهم شواذ، فكانوا يلومون يعني تنقل الأستاذات من منطقة إلى أخرى، وهذا يعني أظن ولكن هذا التنقل مشروع للبحث عن عمل سيدتي الكريمة، يعني هم قطعوا مسافات من يعني بيوتهم من بعيد عن أهليهم. نعم صحيح.
لذلك يعني نحن نرى أن الإنزال الأمني الذي كان بالأمس يعني ورأيناه بأم أعيننا بالأمس كان إنزالا أمنيا قويا لم نشهد يعني له سابقة في يعني لم نشهد له سابقة. فيعني كان يفترض يعني احنا نشوف في نفس الوقت أن معلمات أو أستاذات في مناطق حدودية لم توفر لهم هذه الحماية وأظن أن رئيس البلدية دقق ناقوس الخطر وقال أنا يعني طلبت الحماية للمدارس. فهنا ليس فقط المعلمة التي تعاني في هذه المناطق الحدودية، فالمعاناة للتلميذ أيضا لأنه يقطع مسافات لكي يتلقى العلم. لذلك فالتلميذ غير محمي، المعلمة غير محمية، خاصة مثل ما ذكرت النساء اللواتي يقطعن مسافات لكي من أجل طبعا إيجاد وظيفة، فهذا يعني الأمر خطير جدا. فنحن نرى أن المظاهرات السلمية تقمع بكل وحشية، وهنا المفارقة أستاذة فريدة، يعني الزج بأعداد كبيرة من الأمن وضباط الجيش والشرطة لقمع المتظاهرين السلميين، بينما هناك من يحتاج إلى حماية، خاصة نحن لا نتحدث عن بيوت منعزلة مستأجرة في أماكن معينة معزولة، ولكن عن مجمع مدرسي، يعني الأولى بحمايته وتركيب كاميرات على أقل التقدير. فعلا يعني مثل ما ذكرت على اقل تقدير يعني تركيب كاميرات يعني حتى، ولكن اظن يعني الشيء المستغرب ان الشكاوى لم تجد اذانا صاغيه. فيعني على حسب تصريحات المدرسات فكان تمت شكاوى مسبقه يعني وتم يعني تهديدهن من قبل، وظن ان تكرار الحادثه فهذا الامر الذي استغرب له كثيرا، تكرار الحادثه في يعني ظرف يومين في بسكرة، فهذا يستدعي الاستغراب والتساؤل يعني من وراء هذه الحوادث. نعم، على الرغم سيدتي الكريمة أستاذة فريدة بأنه تم اختار يعني هناك اختار من رئيس البلدية سيد أحمد بربوسي السلطات بغياب الأمن على مستوى المؤسسات المدرسية، ومع ذلك لا يوجد من يستمع لهذه المطالبات صراحة، لأن الكل منشغل ب في الحراك، واضح أنه الحراك يعني خلط الأوراق بالنسبة للسلطات. هذا النظام المطالبة بالتغيير هي تخيف هذا النظام، وأظن أن المطالبة بالتغيير هي يعني في نفس السياق، لأن المواطن يطلب الأمن والأمانة في بلده، يعني المدرسة تطلب الأمن والأمانة في أي بقعة من الجزائر، يعني لذلك فالكل يطالب بالتغيير الجذري. وهذا مثل ما قلت هذا ما أخلط الأوراق وجعل جعل الإنزال الأمني يكون في المناطق التي تطالب بالتغيير وتخرج في مظاهرات أو في حراك سلمي. نعم، اسمحي لي أستاذة فريدة، دعونا نستمع إلى ما قاله وزير التربية حول الاعتداء على المعلمات في برج باجي مختار السيد محمد واجعود. تكلمت، أنا أتضامن مع الأساتذة وأتمنى لهن الشفاء إن شاء الله العاجل، والإجراءات الأمنية متواصلة، ونحن مكانة الأستاذ هي مكانة متميزة، لأن الأستاذ هو رمز العلم، له رسالة نبيلة، هو الذي يكون النشء، وهو الذي يحضر إطارات الغد، إطارات البلاد، وبالتالي فلا مناص من جعل هذا الدور هو دور رئيسي ومحوري. هل سيكون قانون ربما يحمي هؤلاء الأساتذة؟ أكيد، إحنا إن شاء الله نفكر في هذا. نعم،
إذن عودة لك أستاذة أمال، أكيد سمعت ما قاله وزير التربية حول الاعتداءات على المعلمات، ولكن هل هذا يكفي؟ يعني كان هناك انتقادات كثيرة لوزير التربية أنه لم يزر المكان، لم يتابع هذه الحالات، اكتفى بتصريح يتحدث به عن المعلم، كاد المعلم أن يكون رسولا، ولكن تعليقك على ما قاله وزير التربية، تفضلي. حقيقة هذا يوضح مرة أخرى فشل النظام، لأنني كل مرة أعود إلى النظام، لأن النظام هو سبب الفشل الذي نعرفه في المجال التربوي في الجزائر. كيف لهذا الوزير إذن أن يتضامن فقط مع تلك المعلمات التي تعرضن للاغتصاب، ولم يشدد تصريحاته، il n'a pas exprimé sa révolte, il n'a pas exprimé son désarroi quant à ce qui se passe vraiment dans nos écoles. حنا شفنا بأن واش صرا في حرم المدرسة. شفنا في حرم المدرسة وأن المعلمات قد تعرضن مسبقا إلى التعدي من طرف أشخاص مجهولين، وقد قمنا برفع شكاوى، إلا أنه لم يتم أي لم يتحرك ساكنا، يعني نلاحظ بأن المسؤولين لم يتحركوا ولم يقوموا بأي إجراء، بأدنى إجراء. وهنا أتساءل لماذا لم يعاتب، لماذا لم يحاسب؟ اليوم المسؤولية تقع على المسؤولين التربويين، على المديرية التربية في المنطقة، وكذلك وزير حتى هو شخصيا، وزير أيضا التربية مسؤول على ما حدث في المنطقة كذلك. أقول بأن هو قال سوف نفكر في إيجاد حلول وحماية، لا نفكر في إيجاد الحلول. الحلول ليست مستعصية، الحلول ليست صعبة، وإنما الحلول موجودة، إلا أننا لم نلجأ إليها ولا نفكر في اللجوء إليها. ليس من الشأن، من الأمر الصعب أن نحمي المعلم في جسده، ليس من الأمر الصعب أن نضع حارسا في كل إقامة أو تعيش فيه معلمات، خاصة إذا كانت لم تكن هناك عائلات، إنما هناك معلمات يسكن. أستاذة أمال، هناك أيضا رضيع كان مع المعلمات اللي تم الاعتداء عليهم. نعم، هذا دليل بأن هؤلاء تلك المعلمات يعيشن لمدة طويلة في تلك المناطق، وهذا لبعد المدرسة بالطبع عن مكان إقامتهن في الحقيقة، وبالتالي هن تركن عائلتهن، تركن مكان معيشتهم من أجل العمل في تلك المدرسة، ومن أجل أن يقدموا ما كان بوسعهم أن يقدموه للتلميذ، وذلك من إنشاء بالطبع الأجيال الصاعدة، الأجيال التي ستكون إذن العمود الفقري لهذا الوطن. إلا أننا نلاحظ بأن كل هذا يعني مرتبناه مسبقا، لأن إذا كانت المنظومة التربوية يعني فيها كل الوسائل، وكان التلميذ يعني يدرس بطريقة مفكر فيها، بطريقة يعني جيدة، وكذلك وفرنا للمعلم كل الظروف التي تجعله يقدم ما هو أحسن للتلميذ، فإن اليوم الأجيال فالمدرسة ستقدم أجيالا أو تقدم سيديكادر تعطي الإطار، الصورة، الإطار، يعني إطارات، تعطي إطارات يعني ذكية وتعرف حقوقها. يعني النظام من السابق يعني كان يعرقل كل ما يتعلق بالوعي الوطني، من كل ما ليس الوعي الوطني، من الوعي بالنسبة للمواطن، وذلك من أجل أن يطالب بحقوقه. إلا أن هذه يعني هذه الحسابات أو التي قام بها النظام قد أخطأ فيها، حتى ولو كانت يعني الوضعية رديئة بالنسبة للتلميذ وكذلك المعلم، إلا أن الوعي سواء الاجتماعي سواء السياسي أو الاجتماعي كما قلت للمواطن يعني هو يعني تجاوز ما انتظر ما ينتظره النظام. نعم. بحيث أن المواطن يعرف حقوقه من خلال تطلعاته، من خلال الدراسات التي يقوم بها، من خلال البحوث التي يقوم بها عن طريق بالطبع وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم إذن أقول أنا أندد وبما تعرضت له تلك المعلمات، وأن الحلول كانت قائمة، كانت موجودة، وإنما
أن المسؤولين لم يلجأوا إليها وفقط. نعم، اسمحي لي سيدتي أذهب إلى الأستاذة فريدة أغليسي مرة أخرى. أستاذة فريدة، ما حدث قبل يومين في ولاية برج باجي مختار واليوم في سكيكدا له تداعيات خطيرة على التربية، على الجيل الجديد. يعني كيف سينظر هذا الطالب أو الطالبة، التلميذ أو التلميذة، إلى التعامل مع المرأة، خاصة أن الضحايا من النساء، من المعلمات، وهنا الطامة الكبرى. يعني حتى ربما سوف يؤثر على طبيعة النظرة إلى المرأة، المرأة الجزائرية التي ساهمت في تحرير الجزائر من الاستعمار. هل لك أن يعني تضعين أكثر في صورة هذه التداعيات سيدتي الكريمة؟ والله سيدتي يعني قلوبنا تعتصر. صدقيني أنا من يوم ما طلعت على هذا الموضوع وأنا يعني أتألم، حزينة جدا على ما آلت إليه المرأة. يعني المسؤول هذا الذي يتكلم يقول أتضامن، تضامنه لا يكفي. أين هو إعلام؟ أين هي التغطية الإعلامية؟ أين هي المحاسبة؟ لو كنا في بلد يحترم يعني المعلم ويحترم المسؤولية، تكون هناك طبعا إقالة جماعية لكل متقاعس، يقال هذا المدير، يقال الوزير، يقال كل هذه. يعني لماذا لا يعني لا نحاسب المتقاعسين؟ أما بالنسبة للجيل، كيف ينشأ جيل يرى مربيته ينتهك عرضها؟ صحيح. يعني نحن نتألم لهذا. أين هي أيضا جمعيات النسوية التي تتكلم عن حقوق المرأة؟ نحن لم نرى يعني هذا الموضوع، يعني وكأنه يعني القلة القليلة التي تضامنت والقلة القليلة التي تألمت والقلة القليلة التي تكلمت في الموضوع. يعني الأمر يمر الآن وطبعا سيمس، لأننا رأينا أمور مثيلة، رأينا أمور مثل هذه مرت مرور الكرام، لأن المعاقبة يعني ما احنا لم نرى يعني مسؤول او وزير يعني في اطار مسؤوليتك بعد ما صرات يعني امر فضيحه من المعيار الثقيل وقيل. هذا لم نرى مثل هذا ابدا. لذلك فنحن ننبه كنساء، نقول احنا نساء الحراك، ننبه بقوه ونقول ان هذا الامر يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ويتم التحقيق في الموضوع، يعني من هو المتسبب ومن هو وراء هذه الجريمة النكراء، وطبعا وإعادة الاعتبار لهؤلاء النسوة. وإن كانت الجريمة يعني كبيرة جدا فهي تؤثر نفسيا. نحن لم نسمع يعني أن هناك فريق أخصائيين نفسانيين توجهوا للمنطقة وأخذوا الأمر بعين الاعتبار، يعني دراسة الحالات لهؤلاء النسوة. إلا القلق طبعا في الشيء اللي أتمنه أن هناك تضامن من المعلمات المنطقة، حيث أنهن تركن المكان ونزلنا لمدينة أدرار، يعني رفضا لما جرى، وطبعا يطالبنا بأن يوفر لهم الأمن والأمان في المدارس التي يدرسنا فيها، وتضامنا مع زميلتهم. يعني احنا نشوف الأمر هذا طبعا يؤثر فيك امرأة، أن المرأة تسعى لكسب رزقها في منطقة حدودية التي يرفض الكثير من الرجال الذهاب إلى هذه المناطق، وتضحي من اجل يعني اسعاد طبعا اسرتها، وبعد يعني بعد هذا تحصل لها جريمه كهذه، جريمه النكراء، ويحملها المجتمع، يحملها يعني بدل تكريمها وتعزيزها يتم اهانتها بهذه الطريقه، خاصه في هذه المدن النائيه. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذه، عضو تنسيقيه عائلات المختطفين وايضا عضو في تجمع نساء الحراك الاحرار الاستاذه فريده اغليسي، شكرا على هذه المشاركه. واذهب الان الى بشار معي من هناك، المحامي والناشط الحقوقي الاستاذ محمد شهيد. اهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا لانضمامك إلينا.
السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا اختاه. اهلا بك. يعني اعتداء وسرقة لمعلمات في ولاية برج باجي مختار يثير غضب في الجزائر. اليوم تكررت نفس المأساة، نفس الواقعة، ولكن في سكيكدا. باعتقادك تداعيات هذه التصرفات المسيئة للمعلمة المربية في مجتمع مثل الجزائر؟ أختي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام وسهلا سيدي. أولا لي أن أندد تنديدا كبيرا بما وقع لهؤلاء الأخوات. هؤلاء الأخوات باعتبارهن أستاذات أو معلمات هن مرتين، وهن من طرف المعتدين المجرمين الذين اعتدوا عليهم، وهن من طرف الوزارة الوصية أو السلطة عموما التي لم تقم بدورها ولم تقم بواجبها تجاه هؤلاء المعلمات وهؤلاء الأستاذات. ولكن دعيني أقول أنا لا أستغرب إن وقعت هذه المسألة وهذه القضية سواء في برج باجي مختار أو في سكيكدا أو في منطقة أخرى من الجزائر الحبيبة، لأن المسألة هذه نعم أستاذ محمد نعم الزاوية الأخلاقية، الزاوية الأمنية، الزاوية التوظيفية. أما الزاوية الأخلاقية ما زرع هذا هو حصاده، بمعنى أن المجتمع الجزائري أصبح الآن منحرفا ولم يحرم المرأة التي هي في الحقيقة أمه أو زوجته أو أخته، وقد كرمها الله سبحانه وتعالى وأعطاها حقوقها كاملة. أصبحت اليوم تتعرض للاعتداء في شرفها وعرضها. نعم. فهو اعتداء على شرف المجتمع بكامله. ذلك فإن الأخلاق غابت من هذا المجتمع الجزائري. لا أستطيع أن أعمم، ولكن هذه هذا نموذج نراه اليوم واقع في برج باجي مختار وواقع اليوم في سكيكدا وقد يقع غدا. اعتداء على اخوات ومعلمات واستاذات تطوعنا الى مناطق نائيه للقيام بعملهن وبواجبهن تجاه مجتمعهن. اصبحنا يكافئنا بهذا الاعتداء. فلو كانت الأخلاق الفاضلة التي أوصى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وديننا الكريم، ولو كانت الأخلاق تدرس في مجتمعنا، الأخلاق الفاضلة لما تعرضت للأم، لما تعرضت هذه الأخت أو الأم أو الزوجة لهذا الاعتداء. ولكن نأسف كل الأسف، هذا هو ديدا المجتمع. أما من الزاوية التوظيفية التسييرية، هذا دليل قاطع على أن الوصاية أو على أن السلطة أو على أن النظام الحاكم في الجزائر فشل فشلا ذريعا في تسيير دواليب هذه الأمة في كل مساراتها وفي كل مجالاتها، سياسية كانت أو اجتماعية أو تربوية أو اقتصادية أو ثقافية. وما وقع دليل قاطع على ما أقول. فالوصاية التي لا تستطيع أن أو لم تحسن توظيف وتعيين أو أن تضع لكل كل موظف في مكانه المناسب. نعم أستاذ محمد شهيد، هل ما زلت معنا؟ نعم نعم.
نعم. أستاذ محمد شهيد، يعني هناك من ربط هذه القضية التي ألقت الضوء على حال المعلمات في الأقسام الداخلية في الجزائر بالحماية، حماية الأمن لهن، خاصة أنه هم موجودين مفروض يكونوا في حماية السلطات، يعني بينما هناك أعداد هائلة من رجال الأمن تذهب لتقمع متظاهرين سلميين. يعني أستاذ محمد شهيد يبدو أنه انقطع الاتصال. على كل حال شكرا جزيلا المحامي والناشط الحقوقي من بشار الأستاذ محمد شهيد، وعذرا داهمنا الوقت بسؤال سريع سيدتي الكريمة، كيف يمكن ردع ما يجري، وهل الحل الأمثل كما يرى البعض باستمرار هذه المظاهرات، باستمرار الحراك حتى تتغير هذه الطريقة بالتعامل، إن كان في الإصلاحات الاقتصادية أو حتى الاجتماعية ناهيك عن السياسية؟ بالطبع بالطبع، حقيقة أريد أن أجيب فقط عن ما ورد عن زميلي المحترم فيما يخص غياب الأخلاق في المجتمع الجزائري. أظن أنه أن الأخلاق لا زالت سائدة في المجتمع الجزائري، بالعكس طبعا. هناك قوات شريرة في كل المجتمعات بالضبط. والذي يعني سكي أنكوراج هاد الناس هادو هاد القوات الشريرة هو غياب الأمن، هو غياب الوزارة الوصية وعدم قيامها بالمهام المنوهة أو المهام المنسوبة إليها قانونا. واليوم أقول بأن حقيقة الحراك هو من أجل مثل هذه المشاكل التي يعيشها المجتمع الجزائري. لو كان كل المسؤولون يقومون بمهامهم كما يرام، ولو كانت خيرات هذا الوطن التي كم هي كثيرة وكثيرة، لو كانت توزع بطريقة عادلة وطريقة قانونية بين أوساط الشعب، لما تعرض اليوم المواطن الجزائري إلى مختلف كما نقول بالدرجة للحجرة، لما تعرض لكل هذه المعاناة التي يعيشها يعني أنت تقصدين هذه الفوضى الموجودة سببها إهمال المواطن ويعني حمايته، ليس إهمال المواطن وإنما إهمال المسؤول لرعيته للمواطن، وبالتالي تشجيع المخربين، بالتالي يتشجع المخرب. بالطبع كلما ساد الفساد في المجتمع كلما كان جيدا للمسؤول، لأنني لو كنت أنا فاسدا وكنت أنت فاسدا بالطبع غدا لا يمكن لك أن تحتج على فسادي. هذا هي الفكرة التي ود بعض المسؤولين نشرها في المجتمع الجزائري. واليوم الحراك يخرج من أجل تغيير كل هذه الأمور، من أجل أن تعود المياه إلى مجاريها، ومن أجل أن تعود يسود العدل في المجتمع الجزائري، لأن لو حقيقة يسود هذا العدل الذي نسعى من أجله من خلال الحراك لوجد كل جزائري نفسه يعيش في حالة طمأنينة، وكذلك يستفيد من خيرات وطنه، ولا يحاول بالطبع قطع البحار عن بقوارب الموت، صحيح، بحثا عن لقمة عيش أو حقوق قاعدية بسيطة والتي لا تتوفر في المجتمع الجزائري. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة المحامية والناشطة الحقوقية من تيزي وزو الأستاذ أمال سعمور حج، كنت معنا اليوم عبر السكايب. تحية لك، تحية لجميع ضيوفنا، ونشكر مشاهدينا حسن المتابعة. إلى اللقاء.